السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل البسبوسة، طلبتوها مني كتير وناس كتيرة بتفشل منها البسبوسة وبتنشف معاها. النهاردة واحنا بنعملها هنجاوب على كل الأسئلة بتاعتها، وليه بتنشف معاكي وليه بتشقق. النهاردة بأمر الله هنعمل البسبوسة بالجرام، هنقول على المقادير بالجرام بطريقة جميلة جدا. أنا على طول بعملها معاكم البسبوسة الجاهزة. النهاردة هنعملها بالدقيق السميد السايب، ماشي؟ وأول حاجة في نجاح البسبوسة لازم الدقيق السميد يكون متوسط، لا خشن قوي ولا ناعم قوي، يكون بنفس الطريقة كده، شايفين؟ مش ناعم أهو ولا خشن، متوسط. هو ده أول نجاح البسبوسة. معايا كوبايتين من دقيق السميد بالجرام، يعني 400 جرام بالجرام، 400 جرام. ادي كوبايتين اهم، وعليهم معلقتين من معلقة الاكل دقيق، الدقيق الابيض اللي هو دقيق القمح، معلقتين او معلقة ونص. نحفظ المقادير عشان هو ده سر نجاح البسبوسة معاكي. هنحط لها معلقة صغيرة بيكنج باودر، اقل كمان يعني في حدود معلقة الا ربع صغيرة. حطيت معلقة الا ربع بيكنج باودر. انا ليه حطيت بيكنج باودر؟ انا ما بحطش بيكنج باودر خالص غير في السميد السايب، لكن البسبوسة الجاهزة بيبقى فيها كل حاجة، جوز الهند والسكر وكل حاجة. احط ذرة ملح صغيرة، ذرة بس كده، ماشيين صح كده؟ المقادير الجافة، ماشي مقادير الجافة كده. هنقلبها مع بعض، مش هحط لها سكر عشان ما تسكرش معانا، عشان في ناس مش بتحب البسبوسة مسكرة قوي، لان لسه هنحط لها الشربات بتاعها. نجاوب بقى على اول سؤال، هي ليه البسبوسة بتشقق معانا؟ بتشقق معاكي لو كترتي السمنة. السمنة اما بتكتر البسبوسة بتشقق معاكي، فالمظبوط للبسبوسة على 400 جرام معلقتين سمنة، معلقة هرمية، ماشي؟ يا اما نص كوباية، في ناس تيجي تحط كوباية الا ربع او كوباية من السمنة. هو مش كحك عشان نطلعه نحط له السمنة كتيرة ويقولوا لك ان مثلا هتطلع كده زي بتاعة المحلات، لا انت كده بتطلعيها ناشفة، كده هتشقق معاك. كتر السمنه اللي بيخلي البسبوسه مشققه معانا. ليه بتنشف معانا؟ ليه البسبوسه بقى بتنشف معانا؟ يا اما بتحطي السكر كتير قوي فبتنشي فيها، فالمفروض ما يتحط السكر. لو انت عايزه تحطي في قلب الدقيق بتحطي بس معلقتين صغيرين، ما نكترش السكر قوي، لان السكر برضك اللي بينشف البسبوسه. المفروض اول ما تديك اللون الذهبي من الجناب كده خلصت معايا، ما تسيبهاش كتير قوي عشان ده اللي بيخلي البسبوسة تنشف معانا في قلب الفرن. انا النهاردة هنعملها، واهم حاجة البسبوسة طالما ابتدت تشرب الشربات معاكي يبقى كده البسبوسة ناجحة معاكي. النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة وبميكس بين اللبن والزبادي، اللبن والزبادي. معانا معلقتين زي ما اتفقنا على 400 جرام من السميد، معلقتين كبار سمنة. انا ما عنديش العسل الابيض، هحط العسل اللي هو الجاهز ده، هحط معلقتين منه. حطيت معلقتين من السمنة، معلقتين كبار زي ما اتفقنا، معلقة هرمية، وحطيت معلقتين من عسل الكلوكوز. لو ما عندكوش العسل الكلوكوز يبقى عسل ابيض، وهنروح بيه على النار. بصوا بقى هنخليه دافي خالص، هحط عليه كوباية إلا ربع من اللبن، ومعلقتين من الزبادي، معلقتين من الزبادي، عشان ناس كتيرة قالت لي ينفع الزبادي يتحط على النار، هينفع، بس احنا ما بنخليش الخليط ده يغلي، احنا بندفيه بس. يبقى الزبادي مع اللبن والسمنة والعسل يدوبك يدفى بس. اهم حاجة الخطوات تكون صح
عشان البسبوسة تطلع معانا طرية ما تنشفش معانا وتشرب الشربات على طول. احنا ليه بقى ما بدأناش بالشربات؟ لان عادي الشربات والبسبوسة في وقت واحد يتسقي، يعني الشربات سخن والبسبوسة كمان سخنة. نيجي بقى على نقطة مهمة، ان البسبوسة لازم تخش الفرن سخن، ما تخشش الفرن يكون هادي، عشان ده بردك اللي بيخليها تنشف معاكي هو انك بتحطيها في الفرن بارد خالص. الفرن بيكون بارد ما بيكونش ساخن، لازم الفرن بيسخن وانت بتبدأي، فاول ما بتبدأي البسبوسة خالص بتولعي الفرن عشان خاطر يكون ساخن خالص. بص يا دوبك تفكك بس المقادير كده، بصوا سهلة مقاديرها سهلة، بس انت ما تعقديش نفسك منها وتسهلي على نفسك، تسهلي على نفسك البسبوسة هتلاقيكي بتعمليها بسهولة خالص. بصوا لو نلاحظ الزبادي مع اللبن مع العسل والسمنة، بصوا عاملة ازاي، تقيلة شوية. اهم حاجة المقادير اللي قلنا عليها، كتر السوائل هو اللي بينشف البسبوسة ويشققها، كتر السوائل بتنشف البسبوسة وتشققها. احنا حطينا كوباية الا ربع من اللبن على 400 جرام من السميد على معلقتين زبادي على معلقتين سمنة على معلقتين عسل. نفس الطريقة كده وهنزل بقى بالخليط كله كده. تاني حاجة، لو احنا عجننا البسبوسة بتنشف معانا ما نعجنهاش، شايفين بنقلبها بس، وهنلاقي ان المقادير كلها قوام البسبوسة بيكون تقيل ما يكونش خفيف خالص، لو كان خفيف وسايل هتنشف معاكي ومش هتطلع كويسة خالص. لكن بصوا شايفين، بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، تقيل جدا اهو. بصوا يا دوبك بقلبها بس ما بعجنش، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي، تقيل جدا مش سايل. طلعت معاكي كده هتلاقيها ما شاء الله جميلة جدا. انا ليه حطيت معلقتين من الدقيق الابيض، الدقيق الابيض مع السميد مع البيكنج باودر بيديها طراوة، والزبادي كمان معلقتين الزبادي، اهم ثلاث مقادير في البسبوسة ثلاث مقادير، معلقتين من الدقيق الابيض، معلقة الا ربع من معلقة الشاي بيكنج باودر، معلقتين زبادي، دول اهم ثلاث مقادير في البسبوسة هيطلعوها طرية وهنشوفها ان شاء الله في الاخر. بس كده الصينية طبعا معايا مدهونة سمنة كده، بصوا شايفين كده، بصي تقيلة ازاي. هبتدي بقى افردها، خليكي واخدة بالك من القوام بتاع البسبوسة عشان ده اللي هيطلعها لك زي بتاعة المحلات، وهنشوفها في الاخر واحنا بنقطع. وممكن حاجة كمان نستغنى عن الاسباتيولا كده، وهبل ايدي سنة مية وابتدي اسوي بيها سطح البسبوسة كده. المية ما بتخليش البسبوسة تلزق في ايديكي. نديها بقى خبطتين كده عشان كلها تبقى ايه، سوى واحد. هندخلها الفرن على الرف الوسط، ماشي. يبقى احنا خلصنا كده من المقادير بتاعتها، اهم حاجة التسوية بتاعتها عشان بردك ما تنشفش معانا. هندخلها الفرن، ما تكونش قريبة من الفرن، لا على الرف الوسط، وولع الفرن على درجة حرارة 190 من 180 او 190 على الرف الوسط لمدة 25 دقيقة. الجناب من هنا ادتنا اللون الذهبي، ما نسيبهاش زيادة عن كده عشان ما تنشفش معانا. ادتنا اللون الذهبي، هنولع الشواية واحنا واقفين جنبها 5 دقايق، ونحاول نلف الصينية على الشواية كده عشان الوش كله يبقى واخد اللون الذهبي. هحطها في الفرن دلوقتي ونرجع عشان نجهز الشربات، وزي ما اتفقنا الفرن لازم يكون سخن قبل ما تدخليه. هحطها ونرجع نحط الشربات.
بصوا الكوبايه دي كبيره، يعني في حدود كوبايه وربع، هحط عليهم ربع كوبايه تاني من السكر، يبقى كوبايه ونص من السكر. كوبايه ونص من السكر عليهم كوبايتين الا ربع من الميه. هقلبها كده من النص عشان ما تسكرش معايا. بنفس الطريقه لو سكرت معاكي بفرشه بليها ميه ومن الجناب كده ونزلي السكر. هقلبها كده، هتغلي على النار لمده 5 دقايق، هنحط لها نص ليمونه. بعد النص ليمونه هتاخد 5 دقايق كمان، يعني شربات البسبوسه بياخد 10 دقايق على النار. حطها على النار، اول ما تغلي هنديها عصره ليمونه. بصوا لسه خارجه اهي من الفرن. لو انت حطيتي ايدك كده بصوا بصوا بسبوسه طريه، لو ما طلعتش معاكي طريه كده بلاش تسقيها الشربات عشان ما تخسريش المقادير الشربات والبسبوسه كمان، يبقى كفايه البسبوسه بس. بصي ما شاء الله، بصي بصي صباعي بيضغط ازاي، طريه ما شاء الله. وادي الشربات سخنه اهو، شوفي بقى هتبتدي تشرب الشربات معانا. بصوا تاني حاجه لو ما شربتش الشربات معاكي بردك فشلت معاكي، اهم حاجه تتشرب الشربات اهو. بصوا شايفين، بصوا شربت الشربات اهو، فاضل شله حاجه بسيطه بوزعه كده عليها. بصي ما شاء الله ولا شققت معانا ولا عملت اي حاجه، بصي طالعه مظبوطه وما شققتش خالص عشان ما قدرنا مظبوطه، والشربات كمان يتشرب. اهم حاجه بقى حطينا الشربات اهو، نغطيها كده ونسيبها ساعتين لما تبرد خالص، وتقطعي القطعه تطلعيها بس بعد ساعتين او 3 ساعات كمان، عشان ده بردك من نجاح البسبوسه. هنسيبها بقى ساعتين 3 كده ونرجع نقطعها سوا. بصوا بعد ساعتين بردت خالص اهو، شربت كلها اهو، مفيش نقطه عسل خالص فيها. تقطيعها بقى اللي انت تحبيها. بصوا ما شاء الله جميله جدا، بصي طريه ازاي، احطها لكم على الطبق عشان نشوفها مع بعض. بصوا ما شاء الله، بصي بصي دايبه ازاي، شايفين؟ بصي ما شاء الله اهي كلها اهي اهي، بصي بصي امشي على المقادير والخطوات اللي احنا عملناها، وزي ما اتفقنا كتر السوائل في البسبوسه بينشفها، ولازم تخش على فرن سخن ما يكونش بارد عشان خاطر تستوي على طول ما تغيبش في قلب الفرن. وزي ما اتفقنا على الرف الوسط، اهم حاجة من اول الفيديو لاخره كل خطوات فيه مهمة نمشي عليها، هنطلع البسبوسة مرملة وجميلة زي المحلات واحلى كمان، وعملناها بميكس بين الزبادي واللبن، طريقة جميلة جدا. يا رب تعجبكم طريقة النهاردة، سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.